حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى؟ قال عبد الله: حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء الى ثنيه الوداع خمسه اميال او سته وبين ثنيه الوداع الى مسجد بني زريق ميل